معنا العارضة سعيدة وحفنة اللي شاركت في المعرض التجاري الأول بمدينة العرائش بعرض الأزياء خاص يعني بالقفطان المغربي وبصفة خاصة يعني كان عندك نعم لباس تقليدي اللي لباس تقليدي ولكن باش شاركتي باش شاركتي بالضبط القفطان المغربي شاركتي بالقفطان المغربي تفضلي شكرا كنشكر هذا المعرض كنشكر هذا الناس المعرض لازم سيكون وكنشارك في القفطان المغربي طرس يعني تنبات وهذا قرب قرب تنبات والطرس المعلم نعم كل واحد عنده يعني كيعرض زي التقليد المغربي كيكون تميز واحد الميزه سواء من حيث يعني اللمسه ديالو الفنيه داك داك العرض ديالو لا من حيث الجوهر الناحيه ديال التنسيق ديال اللباس وداك الشيء هي شنو هي الميزه اللي عندك انت في الزي ديالك الميزه ديال القفطان نعم زي التقليدي يعني شنو كتستعمل الجوهر تنبات تنبات نعم تنبات كيتسمى تنبات الزواقات اللي الزواقات اللي كتستعملي الزواق اللي كتستعملي الفاسي الرباطي الزواق المعلم نعم الفاسي دور الفاسي طورنا يعني دخلنا عليه بزاف من في الجلال في اللباسي في اي حاجه نعم دي. ومن خلال المشاركه ديالك في مجموعه المعارض يمكن تكلمنا على المعارض اللي شاركتي فيهم شاركت في المعرض ديال القصر القصر الصغير وشاركت في المعرض ديال وزان وشاركت في المعرض ديال مدينة طنجة وهذا اللي في مراكش ما كتبش نعم إذا من خلال المشاركات ديالك العديدة اش يمكن تقولنا على اللباس التقليدي المغربي واش المغاربة ولاو كيهتموا بهذا اللباس وكيحافظوا عليه وكيحاولوا يحيوا هذا التراث ديالو شنو تقولنا على كل ما تبدل اللباس المغربي كيكون جديد دخل عليه التحسينات كيولي اللباس البلدي ما كيتقطعش مرة بس يعني القفطان المغربي كيبقى هو القفطان المغربي ما كيتبدلش نهائيا نعم وفي بالاخص في مدينه طنجه اللي كنلاحظوا ولاو كيهتموا بزاف بالزي التقليدي سواء الجلابه يعني بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء شنو هي اللمسه اللي كاينه دابا كتكون انتم حيت دابا هو اللباس معروف السيدي ولكن شنو هي اللمسه اللي كتضيفوها انتم دابا في هذا الوقت وكيطلبوها الناس الجلابه مخدومه بالفاسي الفاسي عندنا مطلوب دابا الفاسي والجلابه 2019 وش يمكن تقولنا على المشاركه ديالك في المعرض شنو عجبك شنو الملاحظات ديالك اللي يمكن شي ملاحظه ولا اقتراح ديالك من خلال المشاركه ديالك هذا العام بالنسبه لي اول مشاركه مزيان المعرض مزيان بزاف نتمنى الله تكون حاجه اخرى باقه اكثر واكثر ان شاء الله نعم انتم كان بالاخص كان عندكم تصميم ديال الازياء ديال اليوم يعني انتم اللي اشرفتي على العارضات ديال الازياء اللي عرضوا الزي التقليدي ومن خلال معرض الديفيلي اللي وقع اللي كان اليوم شنو لاحظتي شنو الحالات اللي عجبتك والحالات اللي شتيها من خصها تكون شي حاله في هذا العرض ديال الازياء شنو داروا جبالة مزيان الحمد لله كل شيء مزيان يعني تحسينات مرة يعني شي حاجة مع المستقبل ان شاء الله يا ربي باقي خصنا شي حاجه اخرى نزيدو نطوروها في اللبسه المغربيه نعم في اللبسه في اللبسه المغربيه وكذلك في العرض في الشكل ديال العرض الشكل ديال الشكل العرض يعني العرض كان مزيان لاحظنا ان القاعه كانت متناسقه لان كاينه جهه اليمين النساء وجهه ديال الشمال الرجال وكان يعني بشكل يعني متناسق وديك الشيء يعني الفضاء ديال العرض كان مناسب وكذلك يعني المسرح اللي كانوا كيمشيو فيه العارضات كان مناسب والاضاءه والكليراج يعني كلها والموسيقى اللي المؤثرات اللي تعملت يعني بالنسبه لك انت حضرتي بزاف ديال المعارض كيفاش يمكن نطوروا دابا هذا العرض ديال الازياء باش الناس يقبلوا عليه نزيدوا نطوروا فيه يعني اللبسه المغربيه نزيدوا ندخلوا فيها بزاف ديال الحاجات بزاف الحاجات نزيدو ندخلو فيها باش تبان اللبسه المغربيه تبان القفطان لا حيت دابا كنسولك انايا دابا حتى الموسيقى اللي كيعملوها كنلاحظوا بان الموسيقى المغربيه التراثيه اللي مرتبطه بالحفلات والاعراس والمناسبات وهي هذيك اللي كيحتفلوا بها المغاربه اذا هو لك منظر احتفالي بالمحكي الناس كيظهروا راسهم في اللباس بالغنى ديالهم
الثقافه ديالهم اللي كيلهروها. شكرا السيده سعيده بوحفنه. شكرا ومرحبا بك في العريش وبرجه برجه العاليه. مرحبا بك في العريش. شكرا بزاف. تبارك الله عليك. شكرا.